مشاهدينا، حلقة اليوم ستكون استثنائية لأننا لن نتحدث مع أي مسؤول ولن نعطي المجال لأي منهم، فأولمبياد ليبيا لم تنتهي بعد. مسؤولون يمارسون هواياتهم بين ركوب موجة المناصب والغوص في البعثات والسباحة الحرة في أموال الشعب، وأغرقوا في الفقر والمرض والجوع أيها الشعب الكريم. جلسة، بيان وخطابات، ولا يوجد تبرير لما يحصل. هل الفيروس هو المتحور؟ هل هناك خطة للتصدي؟ ولا حياة لمن تنادي. الأعداد في تزايد والمصابون يختنقون حد الموت، والتنظير هو التنظير. نواب ووزراء الفايدة والاعتمادات يكفينا لهوا، إن كان الكرسي أكبر فلا تتمددوا عليه، اتركوه عسى أن يأتي من يستحقه. الكل يرمي فيها على الغير. تجرأوا ولو لمرة واحدة وتحملوا المسؤولية، ولكن للأسف كما السلف هو الخلف. بدء حملة التطعيم بطرابلس الكبرى، حملة استثنائية للتطعيم ضد كورونا بالخمس، وجميل منطقة محظورة. مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا وسهلا بكم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حصيلة المطعمين ضد وباء كورونا بلغت 490,614 شخصا وفق آخر إحصائية صادرة عن المركز. هذا واستلمت مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الشحنة الخامسة من اللقاح الروسي سبوتنيك، حيث تتضمن 500,000 جرعة بعد وصولها مطار معيتيغا الدولي. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلديات طرابلس الكبرى. المركز في بيانه قال إن الحملة تأتي مع ارتفاع مؤشر الإصابة في الآونة الأخيرة، حيث تابع أن الحملة تستهدف كل المواطنين والمقيمين في بلديات طرابلس للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تستهدف الحملة أيضا في المرحلة الأولى 40,000 جرعة. حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا عز الدين أبو العوينات للحديث أكثر عنه. أول شيء عز الدين، أهلا وسهلا بك، حطنا في الوضع العام في طرابلس اليوم، كيف هو؟ عز الدين، طيب ممكن عز الدين ما يسمعش فيها. أوكي. مشاهدين، ما يزال الوضع الوبائي في مدينة مصراتة على حاله، وما زالت أعداد الحالات الموجبة في ازدياد مستمر. ففي إحصائية لفريق الرصد والاستجابة السريعة في المدينة، سجلت مصراتة أكثر من 6,200 حالة موجبة بين جديدة ومخالطة، الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا. هذا وتعاني مراكز العزل بالمدينة حالة عجز نظرا لنقص الإمكانيات رغم زيارة المسؤولين المتعددة لها. من مصراتة ينضم إلينا مراسلنا أحمد التومي، أهلا وسهلا بك أحمد. اليوم بعد 6,200 حالة في مصراتة، كيف هو الوضع بشكل عام من ناحية صحية؟ بالفعل يعني لا يزال الوضع مدينة مصراتة على ما هو عليه. في إحصائية أمس ذكرها فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمدينة مصراتة، في الفترة من يوم 1 إلى يوم 22 يوليو تحديدا، سجلت مدينة مصراتة أكثر من 6,200 حالة موجبة بين مخالطة وبين حالة جديدة، إضافة إلى أن مدينة مصراتة سجلت أمس أكثر من 500 حالة موجبة. طبعا كل هذا التطور أو الزيادة في عدد الحالات
يأتي في إطار أو على سياق آخر، يعني زيارات متكررة لمسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة نفسه عبد الجليل الدهيبة، إضافة إلى وزير الصحة، إضافة يعني إلى حملات التطعيم التي كانت قبل عيد الأضحى المبارك، واليوم تحديدا كان في حملة أخرى تشمل 515 مركز الذي تقوم بسحب العينات من المواطنين في محاولة منهم لتخفيف الضغط على فريق الرصد والاستجابة السريعة والتقصي، والذي يعمل ب يعني إمكانيات ضعيفة وبكوادر محدودة جدا. أحمد، ذكرت أن كان في زيارة للحكومة، شنو اللي اختلف في المدينة قبل الزيارة وبعد الزيارة؟ هل كان في عدد لقاحات؟ هل كان في وعود بإنشاء مراكز عزل؟ شنو اللي اختلف بالتحديد يعني ما قبل وبعد الزيارة؟ نعم، هو طبعا تعرف أنت زيارة المسؤولين سواء كان رئيس الحكومة أو وزير الصحة عادة ما تكون يعني خصوصا في الفترة هذه، يعني وأن الحكومة ما زالت الميزانية لم تعتمد لها، فزيارة تكون معنوية أكثر من أنها هي تكون أي شيء آخر. لكن افتتح مركز او عيد افتتاح مركز العزل الخاص بمنطقه الزريق في مدينه مصراته، اللي انت عارف في بدايه الجائحه مدينه مصراته كان فيها حوالي 7 مراكز عزل، الان اصبح فيها مركز عزل واحد. يعني مركز العزل هذا بسبب الضغط اللي صار عليه، فتم يعني بعد زياره وزير الصحه ورئيس الحكومه لمدينه مصراته تم التعجيل باعاده افتتاح مركز العزل الزريق في محاوله لتخفيف الضغط على مركز العزل الخاص بالمعهد القومي لعلاج الاورام. طيب كيف كل هذا ياتي في اطار يعني الاجراءات اللي تقوم بها البلديه في محاوله الحد يعني من انتشار فيروس الكورونا ومحاوله الحد من المناسبات الاجتماعيه، والتي ما زالت مستمره يعني على فكره يعني في مدينه مصر. الوضع مع المواطنين راح نرجع ونتكلم عليه احمد، ولكن اليوم وضع المركز، مركز العزل كيف هو؟ شنو الاحتياجات، المتطلبات، الاطقم الطبيه، لو عندك اي خلفيه على هذا كله؟ بالنسبه لمركز العزل، يعني كيف ما قلت لك كانت الاشكاليه اللي صايره في مركز العزل بالمعهد القومي لعلاج الاورام ان العدد اللي ياتي من المصابين ومن المرضى اكثر من هو من عدد استيعاب مركز العزل يعني الاسره، يعني فكانت تواجهها مشكله النقص في الاسره، مشكله النقص في الاكسجين، مشكله النقص حتى في الكوادر الطبيه والموظفين اللي صار فيهم النقص بسبب يعني عدم دفع مستحقاتهم الماليه. انت تعرف يعني ان في ناس واجدين يعني من ممرضين من دكاتره يشتغلوا لاكثر من 7 أو 8 أشهر ولم يتقاضوا يعني حتى الان دينار من الدوله، يعني فهذا الشيء اللي ممكن كان مسبب ربكه في مركز العزل بالمعهد القومي لعلاج الاورام. لكن مع افتتاح مركز العزل الزريق او اعاده افتتاح مركز العزل الزريق لربما ستكون يعني اوضاع افضل نوعا ما. لكن على الجانب الاخر مدينه مصراته لا زالت تسجل ازدياد في عدد الحالات، لا زالت الحالات الموجبه بين مخالفه وجديده في ازدياد كبير، وانا متوقع شخصيا يعني بعد الحمله اللي قام بها اليوم يعني قام بها المركز الوطني او مركز مصراته الطبي يعني بالتعاون مع جهاز الاسعاف وغيره في المدينه، بحيث انهم حاولوا ان هم يخلوا 15 مركز يقوم بسحب العينات، اكيد العينات او عدد الحالات الموجبه حيث كبير، لربما يعني بنحاول اننا نكون متفائل لكن ما نقدرش يعني. طيب، لكن الباين راح يكون في انفجار اكبر في عدد الحالات. وهذه اللي كنت بنسالك عليه، يعني هذا العدد الهائل من عدد الاصابات وسرعه الانتشار، هل في اي جهه او مسؤول او شخصيه سواء كان في مراكز العزل او حتى عند زياره الحكومه تكلموا على ان هذه ممكن تكون المتحور، يعني الفيروس المتحور من كورونا اللي هو الدلتا اللي هو سريع الانتشار، ام لغايه الان الكل يعني قاعدين متحفظين على هذه المعلومه، ما فيش اي خبر اكيد يعني؟ نعم، حسب تواصلنا يعني مع مسؤولين على الثلاث المركز الوطني لمكافحه الامراض، حتى الان ما فيش شيء يثبت ان السلاله الهنديه دخلت لليبيا، هذه ماديا او نقولوا يعني على ارض الواقع. لكن بالنسبه للاعراض اللي ظهرت على بعض المواطنين او على غالبيه المواطنين، هذه تثبت لربما بشكل قاطع ان السلاله الهنديه دخلت ليبيا، ولربما هذا يفسر يعني سبب الانتشار الكبير والواسع وازدياد الحالات الموجبه بشكل كبير خلال الايام الماضيه. طيب، لكن زي ما قلت لك حتى الان حسب المركز الوطني لمكافحه الامراض حسب ما تعلمنا منهم على الاقل ان ما عندهمش لربما الاجهزه والادوات اللي تثبت دخول السلاله الهنديه لليبيا بشكل عام ولمدينه مصراته تحديدا. طيب، على ما نشوفه حاليا قدامنا في الصوره وراك احمد ان السيارات ما زال موجوده في الشارع بشكل طبيعي والحركه شبه طبيعيه في الشارع، يعني ما مدى وعي العالم اليوم او مدى وعي الشارع في 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 المدينه على حجم هذه الكارثه الصحيه اللي وقع فيها مدينه مصراته؟ هل في يعني وعي كافي ام ان
أن الوضع ما زال طبيعي، المحلات مفتوحة، المناسبات الاجتماعية قاعدة تقام بشكلها الطبيعي القديم؟ نعم، لربما هذه هي المصيبة الأكبر اللي عبد السلام إن صح التعبير اللي تعاني منها مدينة مصراتة، هو عدم الوعي من الناس. يعني بلدية مصراتة نزلت منشور أكثر من مرة وحثت المواطنين وحتى يعني حثت المقاهي والمطاعم على الإغلاق، وأن الشخص بمعنى أن بنقوله بالليبي ياخذ حاجته ويطلع ما يقعدش في المقهى وما يقعدش في المطعم، وحاولوا أنهم من خلال منشوراتهم أن هم يوقفوا المناسبات الاجتماعية. لكن كيف ما قلت لك، يعني ممكن أنا قبل ما نطلع معك مباشر كان في شخص متصل بي وعزلني على مناسبة لفرحة. يعني فالموضوع الالتزام من قبل المواطنين في مدينة مصراتة وحتى في مدن أخرى يعني ما زال لربما ما تعرفش، يعني هل هو السبب من أن المصريين أو من الجهات المختصة كانت تكذب في فترة من الفترات أو تطلع في إشاعات عن عدد الحالات وما كانش عندها مصداقية من المواطنين؟ أكيد أحمد حنين، راح نتابع معك الوضع في مدينة مصراتة أكيد، وكل التفاصيل اللي راح تكون خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد التومي مراسلنا من مدينة مصراتة على كل هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل ونتابع من بعد حلقتنا ليبيا لليلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بالعودة إلى الحملة الاستثنائية للتطعيم في بلديات طرابلس الكبرى، ينضم إلينا مجددا مراسلنا عز الدين بلعوينات من طرابلس الحديث أكثر على هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك عز الدين، كنت سألتك على كيف الوضع في طرابلس اليوم. نعم، بالأمس كانت الحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في بدايتها منذ صباح الباكر بطريقة جديدة، وهي طريقة النقاط الميدانية يعني اللي خصصها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين. يعني الحملة هذه منذ ساعات الصباح الباكر، وهنا خلفي هذه الخيمة وفي نقطة بلدية صوب الجمعة في أمام ساحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الناس يصطفوا منذ ساعات الصباح الباكر لتلقي هذه الطعوم. طبعا هذه الكمية التي خصصها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لهذه الحملة هي المستهدفة 40,000 جرعة. يعني ما بين الأمس واليوم كان العدد الإجمالي ما بين 19,000 جرعة تم أخذها من قبل المواطنين. اليوم فقط يعني الكمية كانت أكثر من الأمس، الأمس كانت حوالي 7,000 جرعة أخذها المواطنون، واليوم ما بين منذ ساعات الصباح الباكر وحتى هذه الساعة أقفلت هذه النقاط استلم الناس حوالي 19,000 جرعة. ناهيك يعني هذا بسبب ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الماضية، الأمر اللي خلى الناس أنهم يتوافقوا على هذه النقاط، وناهيك أيضا عن المشاكل اللي يعاني منها المراكز العزل والمراكز الصحية من نقص المواد التشغيلية والمواد الأكسجين. فالحملة هذه يعني ما زالت مستمرة لحتى يتم استنفاذ الكمية الكاملة الموجودة داخل مخازن المركز. طيب لو تكلمت على المراكز، مراكز العزل الموجودة في المدينة، لو تعطينا عليهم تفاصيل أكثر، هل ما زالت تستوعب حالات؟ هل هي اليوم كل هذه المراكز امتلت بالمصابين؟ وبالتحديد شنو احتياجاتها غير الأكسجين اللي تعاني منه كل المناطق أصلا؟ يعني هل الأطقم الطبية يعني ناقصة في هذه المراكز؟ الوضع بشكل عام عز الدين لو سمحت. نعم، اغلب المشاكل يعني المشكله الاساسيه اللي يعاني منها مركز العزل هي مشكله الاكسجين فقط. واغلب المراكز يعني فيها اعداد كبيره من الناس المصابين، يعني حتى المركز الوطني يعني اشار للناس الى الحالات المصابه اللي تعاني من اعراض حرجه هي فقط التي المفروض تتوجه للمركز، اما اللي يعاني من بدايه فقط في الاعراض يلتزم المنزل ويعزل نفسه فقط عن الناس ويلتزم بالعلاج فقط. يعني طيب الوعي للشارع في طرابلس اليوم وفي طرابلس الكبرى بشكل كامل كيف هو الوعي؟ هل العالم او الناس اليوم منضبطين؟ ما فيش اقامه للمناسبات الاجتماعيه ولا الوضع طبيعي؟ اليوم الحكومه يعني اعلنت على حظر وعدم فتح المقاهي وعدم يعني التجمع في خلال المناسبات الاجتماعيه، كيف في طرابلس؟ نعم، الوضع بشكل عام هو لا زال طبيعي جدا، الحركه عاديه. يعني انا الان حاليا موجود في طريق الشط، يعني هذا الطريق معروف بالازدحام وتوجد فيه العديد من المصايف. الازدحام على المقاهي لا زال يعني
يعني لا زال فيه ازدحام ملحوظ، ولكن اغلب المقاهي والمطاعم يعني التزمت بالاجراءات الاحترازيه، يعني المواطن معاش يخش للمقهى ويجلس يطلب الطلبيه نتاعه، يطلب الطلبيه نتاعه ويستنى خارج يعني في سيارته حتى توصل عنده. وبشكل عام يعني الوضع قاعد لحد الساعه هذه طبيعي جدا، في نوع من الالتزام يعني، خصوصا ان الفتره الاخيره كان في ارتفاع في عدد الاصابات، لاحظنا ان الناس بدات تلتزم بالكمامات، يعني وصلت لمرحله ان الناس ما عادش تلبس الكمامات يعني داخل العاصمه. اليومين هذو الناس بدات ملتزمه شويه، وحتى تو حاليا لو تشوف الصوره خلفي امام المركز ان الناس تستنى يعني يبوا ياخذوا الجرعه والتطعيمه، لكن تم الاقفال لساعات الصباح الباكر من يوم الغد. طيب بالنسبة لعملية التطعيم كيف تصير؟ هل كان في نظام في عملية التطوابير للعالم، أو أن كان في ازدحام والكل يعني مقتض في 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 اكتظاظ في الموضوع، باعتبار أن أغلبية التطوابير تبع التطعيم تكون طويلة جدا، فالعالم ممكن تمل فيدافعوا على الباب حتى هم بياخذوا الطعم؟ نعم، الاجراءات يعني اللي اتخذها المركز والجهات المختصه بهذه الحمله ان الناس يعني يصطفوا في طوابير، والصراحه الامانه اني امس جيت غطيت في الخيمه هذه اللي خلفي، كان في نوع من النظام وفي اجراءات معينه تحتاجنا ان المواطن لما بيجي للخيمه يجيب معاه اثبات الهويه والرقم الوطني لكي يتم تسجيل ياخذوا لنا البيانات، وفي اليوم الثاني يسلمون البطاقه نتاع التطعيم بيكون فيها مسجل موعد للجرعه الاولى والمفروض الجرعه الثانيه امتى ياخذها. لكن بشكل عام يعني في نظام يعني من قبل الناس ملتزمه حتى بالمسافه يعني ما بين بعض يعني. طيب عز الدين، اكيد رح نرجع نتواصل معك بخصوص كل المستجدات بالوضع الصحي في مدينه طرابلس. شكرا جزيلا لك عز الدين بالعوينات، مراسلنا من مدينه طرابلس على كل هذه المعلومات. نظمت إدارة الخدمات الصحية الخمس بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي نفذت بساحة الرخام بوسط المدينة. التفاصيل ومراسلنا عبد الحميد سليمة. نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، نظمت إدارة الخدمات الصحية الخمس بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي نفذت بساحة الرخام وسط المدينة. نظرا لانتشار هذا الوباء خلال الأيام القليلة الماضية وكثرة الحالات داخل مدينة خمس، الأمر الذي اضطرنا التنسيق مع السادة في وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإقامة هذه الحملة داخل مدينة الخمس، وبالفعل اليوم تنادت كل الأيادي والشباب العاملة في قطاع الصحة داخل المدينة، مكتب رعاية صحية، من العاملين بالتطعيمات، والتواجد من منذ الساعات الباكر في هذا الصباح لاستقبال أهلهم وذويهم وللعمل على تحسينهم من هذا الوباء وهذا المرض. في الحقيقة كان اليوم الحضور بشكل ملفت، وهناك قناعة من الناس حقيقة بضرورة تلقي هذا الطعومات ولتحسين أنفسهم من هذا المرض وهذا الوباء. استهدفت الحملة التي شهدت إقبالا واسعا من كلا الجنسين بتلقي جرعة اللقاح جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم من 18 سنة فما فوق. طبعا المستهدفين أو المستهدفون بالتطعيم هم جميع الأشخاص اللي تبلغ أعمارهم 18 سنة فصاعدا حتى 70-80-90 سنة، لا يوجد حد أقصى للتطعيم سواء رجال أو نساء. يستثنى منا طبعا الأخوات الحوامل والمرضعات فهن ممنوعات من التطعيم ضد الكورونا حتى الآن، والذين تبلغ أعمارهم تحت 18 سنة أيضا كذلك ممنوعون من هذا التطعيم. هذه فرصة كبيرة طبعا لزيادة المناعة لدى الأفراد ولدى المجتمع للوقاية والتحكم في هذا المرض وفي هذا الوباء بإذن الله تعالى. طبعا أحضرت إلى بلدية خمس 10,000 جرعة من طعم سبوتنيك الروسي، والذي تقول الشركة المنتجة بأن يعطي مناعة عالية جدا وهو آمن ولا حاجة حتى لجرعة ثانية من هذا الطعم. تم بالحملة توفير 10,000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، وبلغ عدد متلقي اللقاح خلال الحملة حوالي 5,800 فرد من كلا الجنسين وبعض الجنسيات الأخرى المتواجدة ببلدية الخمس. لقناة دبليو تي في، عبد الحميد سليم، الخمس.
وعن آخر المستجدات للوضع الوبائي بمدينة البريقة أو البريقة، قال الدكتور محمد المشيطي المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء كورونا لقناتنا أن هناك زيادة ملحوظة في معدل الإصابات، يرجع ذلك كون المدينة تضم عددا كبيرا من المستخدمين من كل المدن الليبية، وحركة التواصل بينهم وبين ذويهم في مدنهم كانت سببا في انتشار الوباء. نتابع الدكتور محمد عبد الحميد المشيطي المدير التنفيذي للحملة الوطنية لمكافحة وباء كورونا بلدية البريقة وعضو اللجنة الطبية التنفيذية بلدية البريقة. أولا أحيي قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة للتعريف المواطن داخل بلدية البريقة بالوضع الوبائي العام داخل بلدية البريقة وفي ليبيا عامة. بالنسبة للوضع الوبائي داخل بلدية البريقة الحقيقة في هناك زيادة ملحوظة في معدل الإصابات وارتفاع في عدد الحالات داخل البلدية، خصوصا قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وخلال فترة عيد الأضحى المبارك لوحظ زيادة كبيرة في عدد الحالات وارتفاع، يعود ذلك إلى أن بلدية البريقة تختلف اختلاف كلي عن باقي البلديات في أنها تضم خليط متجانس من جميع أنحاء ليبيا. عملية الدخول والخروج المواطنين وزيارتهم لذويهم أدت إلى ارتفاع معدل الحالات لدينا. الحقيقة هناك إصابات كثيرة داخل البلدية وأعداد مرتفعة، ولكن الحمد لله المطمئن أن جل الحالات أكثر من 90% هي تتلقى علاجها وتتلقى الدواء ضمن العزل المنزلي تحت إشراف الأطقم الطبية والطبية المساعدة. بالنسبة للحالات بمجملها لم تتلقى الأكسجين أغلبيتها ولا تحتاج إلى دخول إلى العناية الفائقة. أنا أحث جميع المواطنين على ضرورة البدء بالتطعيم أو الذهاب إلى أقرب مركز لتلقي التطعيم. كما هو معلوم لديكم نحن بدأنا التطعيم من شهر أبريل الماضي ومازلنا مستمرين حتى هذا اليوم الذي نتحدث إليكم فيه في إعطاء جرعات التطعيم لكافة المواطنين الراغبين في ذلك. التطعيم يعتبر هو الحل وهو الوقاية بعد الله سبحانه وتعالى في أن يبعد عنك ليس الإصابة، إنما يبعد عنك الدخول إلى غرف العناية أو دخول أو تلقي الأكسجين داخل مراكز العزل. كما أحب أن أنوه إلى جميع المواطنين ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد وكذلك تعقيم وغسل اليدين لما لها من أهمية كبيرة في عملية الوقاية من الإصابة من الفيروس. أعلنت مدينة جميل حالة الطوارئ القصوى، حيث دخلت المدينة في حظر تجوال بشكل تام يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وذلك بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من انتشاره. نتابع. في البداية نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لفخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومعالي وزير الحكم المحلي ومعالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وكل الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل العام والجميع بخير. أولا نطلب من كل المواطنين داخل مدينة جميل أخذ الحيطة والحذر والالتزام في اتباع كل الشروط الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات وعدم المصافحة واستخدام المعقمات والتباعد فيما بينكم وعدم الازدحام في الأماكن العامة ومحاربة والأسواق نظرا لسرعة انتشار هذا الفيروس اللعين. ثانيا باسم بلديتي الجميل والمنشية نعلن حالة الطوارئ القصوى داخل المدينة لتفشي هذا الفيروس وتزايد عدد المصابين حسب الإحصائية اليومية بالفلترة والرصد والاستجابة ومركز العزل ببلديتي جميل والمنشية، ويعتبر هذا مؤشر خطير جدا يهدد سلامة المواطنين بالمدينة ولما تعانيه مراكز الفلترة ومركز العزل بالبلديتي من نقص في الإمكانيات من الأكسجين ومواد تشغيل وعدم وجود مصنع أكسجين وعدم وجود مختبر تحليل PCR بالمدينة عليه. نناشد فخامة
رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ومعالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بتوفير كل المتطلبات الطبية لمركز العزل الجميل والفلترة الجميل والمنشية من أكسجين ومعدات تشغيل ومختبر تحليل بي سي آر ومصنع أكسجين حتى يتسنى لنا مجابهة هذا الوباء وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وإلا فإن الأمر سيخرج عن سيطرتنا وتصبح مدينة موبوءة بالكامل. فهذه المدينة تعتبر من المدن الحدودية ولم يتم دعمها في السابق وأخذ إجراءات استباقية قبل انتشار هذا الوباء بتوفير هذه المتطلبات المذكورة سالفا. فخامة الرئيس، مركز العزل والفلترة ببلديتي الجميل والمنشية يستغيث ويطلب المساعدة بشكل عاجل وفوري، وكلنا أمل في فخامتكم في أخذ الموضوع بعين الاعتبار لما لمسناه من خلال زيارتكم لمراكز العزل والفلترة بالبلديات الأخرى ودعمكم الفوري، وذلك من أجل سلامة المواطن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جميل مراسلنا مروان الطبيب. أهلا وسهلا بك مروان. السؤال الكبير اليوم للجميع، كيف هو الوضع في المدينة؟ مرحبا زميل عبد السلام، مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. كما شاهدتم في هذا البيان الذي أخرجته بالأمس بلدية جميل وبلدية المنشية بخصوص إعلان حالة الطوارئ في المدينة نظرا لارتفاع عدد الحالات بشكل غير مسبوق جدا حتى في الموجات السابقة لهذا الفيروس، آخرها بالأمس 34 حالة كانت تحمل فيروس كورونا تم إخراج حالاتها موجبة. اليوم فاق العدد 40 حالة موجبة حسب الساعات الماضية في قسم الفلترة بمدينة جميل. تم فضل حظر التجول من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء في هذا اليوم. الوضع بصراحة عبد السلام لا يوصف أبدا، كارثي بمعنى ما تحمله كلمة كارثي في مدينة جميل. نقص الأكسجين بشكل كبير جدا داخل مراكز العزل والفلترة. بالليلة البارحة عند الساعة 4:30 فجرا دخلت إحدى الحالات للتنفس الاصطناعي وهي الآن تستعد كأهل المريض يحولونها لدينة الشقيقة. زي ما تعرفون الجميع أن منفذ رأس الزير مقفل، ولكن يسمح بدخول الحالات المستعجلية الطارئة بموافقة من وزارة الصحة، وتقارير طبية تفيد أن الحالة تحتاج للعناية الفائقة أو التحويل للشقيقة تونس. فوق الأربع حالات اليوم تم تحويلها إلى الجارة تونس من قسم العزل بمدينة جميل، والوضع يا زميل عبد السلام كارثي جدا، وهناك إهمال بشكل كبير جدا من المواطنين المقيمين داخل المدينة، وخلي نقولها باللغة العامية هناك استهتار بشكل عام. طيب الحكومة شو موقفها من الوضع اللي صاير؟ هل في أي زيارة؟ هل في أي وعود؟ هل في أي تواصل؟ بصراحة زميل عبد السلام لساعات الصباح الأولى لكونها يمكن في اتصالات في وقت متأخر قبل الحلقة لم يردني أي معلومة، لكن لساعات الصباح الأولى وبالأمس في بيان البلديات التي أخرجتها على قناتنا اليوم لا يوجد أي تواصل من سواء كان من الحكومة أو وزارة الحكومة أو عفوا وزارة الصحة. مدينة جميل يعني الأكسجين الذي يدخل لقسم العزل لكي يعرف الجميع هو أكسجين يدفعه المواطنين. يعني مواطن عندي حالة كورونا موجود في قسم العزل ندفع أنا 60 دينار أو 120 دينار باش نجيب أسطوانة لمريضي داخل العزل، ما فيش أي أكسجين يأخذوا فيه من السوق السوداء. على سؤالك الوجيه ما فيش أي استجابة من الحكومة لحد هذه الساعات. يعني سمحني زميل عبد السلام والمشاهد الكريم، استغربنا ان الدوله بعثت للشقيقه تونس ما يعني مواد واستلزامات صحيه لمجابهه فيروس كورونا في تونس الشقيقه، كذلك تم تحويل الغاز الطبيعي والاكسجين الى تونس، ومدينه جميل تعاني من نقص كبير جدا في هذه الاشياء. طيب مروان، احنا راح نكون اكيد معك ومع باقي الزملاء في تواصل مستمر حول اخر مستجدات الوضع الصحي في كل المناطق في ليبيا. شكرا جزيلا لك مروان الطبيب ورسلنا من مدينه جميل. مشاهدينا بهذا نكون وقد وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لليله، على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه. لوقتها كونوا بخير. تنميرت.